صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والسعادة والإيجابية. أصبح عليكم بروح الفخر والاعتزاز للانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ستضم الحدث الأكبر إكسبو 2020. أيام تفصلنا عن افتتاح إكسبو 2020 الإمارات على أتم الاستعداد لإبهار العالم. أعزائي المستمعين، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أقدم لكم تحياتي في تقديم برنامج اليوم، محدثتكم آمنة آل علي، وفي التنسيق والمتابعة من إذاعة نور دبي الأخت ميرا الخفلي، وفي الإخراج مخرجنا المبدع سعيد المر. اليوم في حلقة برنامج صحة وسعادة بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية اللي تفيد أفراد المجتمع، وكذلك مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. وبنتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم واللي هو التوعية بمرض الثلاسيميا. وفي فقرة التغذية بنتكلم عن الصمغ العربي وفوائده الطبية. إذا حبيتوا تعرفون أكثر عن هذه المواضيع أعزائي المستمعين، أنصحكم أن تتمون معنا اليوم وتتابعون حلقة صحة وسعادة. ونبدأ اليوم فقرات برنامجنا بالخبر اللي يقول: مفعول سحري لحليب الأم على قلوب الأطفال الخدج. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية الجراحين الملكية بإيرلندا التأثير المفيد لحليب الأم على صحة القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر لدى الأطفال الخدج. وتم نشر دراسة جديدة في مجلة غاما نوتورك، حيث تم إجراء على 80 رضيع. الاختبار هذا كان على 80 رضيع من الأطفال الخدج، وتعد هذه الدراسة الأولى اللي تكشف أن شرب الأطفال الخدج لكمية أكبر من حليب أمهاتهم يعزز من وظائف القلب خلال العام الأول من الولادة، وبنسب تضاهي الموجودة بين الرضع الأصحاء الذين ولدوا في موعدهم الطبيعي. وطبعا يتعرض الأطفال والبالغون اللي يولدون قبل الأوان بشكل متزايد لخطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك فشل القلب وارتفاع ضغط الدم، وهم أكثر عرضة للوفاة نتيجة لهذه الأمراض. وفي المقابل تظهر الدراسة الجديدة أن استهلاك الطفل الخدج لحليب الأم خلال الأشهر الأولى بعد الولادة يساعد على التغلب على بعض هذه المشكلات الصحية. ووجد الباحثون أيضا أن الأطفال الخدج اللي تعرضوا لنسبة عالية من حليب أمهاتهم خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة يتمتعون بوظيفة وبنية أكبر للقلب الأيمن والأيسر مع ضغط رئوي منخفض في عمر سنة واحدة، مقارنة طبعا بأقرانهم اللي تناولوا كميات أكبر من الحليب الاصطناعي مع توفير نفس الظروف في الرعاية. وهذه الدراسة تقدم دليل على وجود علاقة بين التغذية المبكرة بعد الولادة عند الرضع المولودين قبل الأوان ووظيفة القلب خلال السنة الأولى من العمر. فأعزائي المستمعين، مثل ما نحث دائما كل الأمهات على الرضاعة الطبيعية، نحن اليوم في خبرنا هذا نكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وصحة القلب. فشو أهم من صحة عيالنا؟ وهذا طبعا بيأثر عليهم على المستقبل البعيد أيضا. فبهذا نكون ختمنا فقرة الأخبار لليوم، ولكن عندنا أيضا مواضيع ممتعة مع زميلتنا أسماء الجناحي اللي تقول لنا دائما شو قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء، قولينا اليوم شو آخر الأخبار والمستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟
من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية هو تم نشر فيديو أو فيلم وثائقي من إنتاج صحيفة غلف نيوز واللي هي بعنوان روح دبي تنتصر. الفيلم الوثائقي يتكلم عن دبي وكيف إن هي تصدت لجائحة كوفيد 19 خلال الفترة اللي كان فيها الذروة لما كان في يعني مثلا التعقيم الوطني والجهات كلها، لأن دبي كانت تشتغل كل الجهات الحكومية كانوا فريق واحد لتوفير الخدمات ولحماية المجتمع من جائحة كوفيد 19. فالفيلم موجود كامل، إذا دخلوا على حساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي يحصلون الرابط ويقدرون يشوفون الفيلم بالكامل. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نحن نحب نأكد عليها أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد المسبقة، يقدرون مثلا لتطعيم كوفيد يعني يقدرون يحصلون على الموعد من تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App أو من خلال DHA WhatsApp 8342. وأيضا بالنسبة لتطعيم الإنفلونزا حد الموعد من خلال رقم مركز الاتصال اللي هو 8342. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها أن المراكز في عليها أبديت في هيئة الصحة في دبي، من ضمنها المراكز اللي حاليا توفر لقاح فايزر بيونتك اللي هو مركز وان سنترال تطعيم كوفيد، مركز أبتاون اللياقة الطبية والصحة المهنية، مركز الجرهود للياقة الطبية، مركز البرشاء الصحي، مركز ند الحمر، ومركز المزهر، ومركز زعبيل، وأيضا قاعة البيت متوحد في منطقة الورقة وأيضا مستشفى حتى. فهذول هم يوفرون لقاح كوفيد 19 في الوقت الحالي. تقريبا هالأشياء اللي حابين نأكد عليها، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي اسم الجناحي، واتمنى لك الصحة والسعادة. نعم، فأسمى اليوم ناولتنا آخر أخبار ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. أعزائي المستمعين، أيضا حابة أذكركم بعيادة ما بعد الإصابة بكوفيد 19. هيئة صحة دبي قامت بإقامة عيادة لما بعد الإصابة بكوفيد 19. فإذا مر على إصابتك بكوفيد 19 أربع أسابيع أو أكثر وما زلت يعني تعاني من أعراض مرضية، تتوفر خدمة عيادة ما بعد الإصابة حاليا في مركزي البرشة الصحي وند الحمر الصحي، وكذلك يمكنكم الحصول على الموعد عن طريق 8342 أو تحويل من طبيب الأسرة في أحد المراكز الصحية الأولية أو عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن الموجودة على تطبيق الهيئة اللي هو DHA App والمستشفيات التابعة لصحة دبي. وكذلك هذه العيادة للحصول طبعا يمكنكم من خلالها الحصول على رعاية صحية شاملة. فإذا كنت شخص لم تقم مسبقا بزيارة مراكز تقييم حالات كوفيد بهيئة الصحة بدبي، يعني نتمنى منك أن تبرز نتيجة إيجابية ونسخة من نتائج فحوصاتك المخبرية اللي تفيد بأنك أصبت بكوفيد 19 ونسخة من أشعة الصدر. هاي خدمة تقدمها هيئة الصحة بدبي، عبارة عن عيادة لما بعد الإصابة بكوفيد، ونذكركم أيضا مثل ما قلت لكم موجودة في مركز البرشة الصحي وموجودة أيضا في ند الحمر الصحي. فإذا كنتوا أشخاص أصبتوا بكوفيد وما زلتوا تعانون من أعراض ما بعد الإصابة، يمكنكم التوجه إلى هالمركزين عن طريق طبعا أخذ المواعيد المسبقة. فأعزائي المستمعين، هاي طبعا آخر المستجدات الموجودة عندنا في هيئة الصحة بدبي. بنواصل الحديث معاكم في برنامج صحة وسعادة مع فقرة التغذية اللي بنتكلم فيها عن الصمغ العربي وفوائده الطبية. للي حابين يعرفون أكثر شو هو الصمغ العربي وشو فوائده الطبية، خلوكم معنا وانتظرونا بعد الفاصل. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي.
أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مع فقراتنا، وفقرتنا لليوم فقرة التغذية عن الصمغ العربي وفوائده الطبية، وبتكون معنا الأستاذة سهى نوفل أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور. صباح النور والسرور حبيبتي. أهلا فيك أستاذة سهى. اشتهر الصمغ العربي طبعا من زمان بفوائده الطبية المتعدة، وخاصة في طب الأعشاب والعلاجات التقليدية. نبغاك اليوم تكلمينا أكثر، إذا في حد من المستمعين يعني مو بعارف شو هو الصمغ العربي، كيف ممكن تعرفين المستمع بالصمغ العربي ومكونات هذه المادة؟ فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، الصمغ العربي من المواد اللي كانت تستخدم منذ العصر القديم، يعني من عصر حتى المصريين القدامى كانوا يستخدموه بشكل واسع، وتطور مع السنوات ومع الأيام، وأصبح حاليا عليه العديد من الدراسات ويدخل في مجالات من العقاقير. فلو حكينا ما هو الصمغ العربي، الصمغ العربي هو مادة بتستخرج من شجر الصمت أو بيسموه الطلح، تكثر تواجده في السودان، في السنغال بشكل كبير، في كمان نسبة منه في السعودية، مشهور أكثر شيء في هاي المناطق الاستوائية خاصة. لو حكينا مكوناته وليش عم بيدخل في العديد من العقاقير وفي العلاجات التقليدية، لأنه أولاً هو 90% من مكوناته عبارة عن ألياف غذائية، ألياف اللي كمان تذوب في الماء، مش اللي ما بتذوب، يعني اللي سهل ذوبانها في الماء، وبالتالي الناس بتحصل منه الفوائد مجرد ما تذوبه في هاي الماء. في عدد من الأملاح، الأملاح والأحماض والمعادن اللي بتدخل في العمليات الأيضية في الجسم، في السكر أو خلينا نقول السكريات المتعددة المفيدة للجسم زي الرايبوز والجلوكوز، في عنده في جزء بسيط منه أنزيمات، أنزيمات اللي برضه لها دخل في عمليات الهضم، في كالسيوم، في قليل من المغنيسيوم، كلها هاي المكونات تعطوا هي اللي أعطته هاي القيمة خلينا نحكي الغذائية والحيوية. نعم، فإذا ذكرنا لي الصمغ العربي كل هذه الفوائد، كيف الشخص يعني إذا يبي يحصل على الصمغ العربي وين أكثر الأماكن المتواجد فيها؟ هل ممكن نقول فقط موجود هو في عند العطارين وهذه الأولى ممكن نحصله في الجمعيات إذا في حد حب؟ الحمد لله إحنا هون في البلد موجود عندنا في الجمعيات، يعني ممكن تروحي على الجمعية على هاي الأماكن الكبيرة بتحصلي فيها، بتحصلي أيضا عند العطاري، بتحصلي عند الأماكن المتخصصة في بيع المنتجات هاي الخاصة في العلاجات الطبيعية والأعشاب الطبيعية غير العطاريين. برضه موجود هو لأنه بيدخل في صناعة العقاقير، في بعض أنواع العقاقير وبعض أنواع الأدوية، فممكن يكون موجود على شكل كبسولات في بعض أرفف الصيدليات، مش في كل الصيدليات لكن في بعضها، أو في الأماكن اللي فيها بيسموها المكملات الغذائية ممكن يتواجد على شكل حبوب أو كبسولات وعقاقير إذا ما كان بشكله الطبيعي اللي هو بيكون على طبعا شكل يفضل الشكل الطبيعي أستاذة سهى، صحيح؟ أنت شوفي تفضلي، لكن في بعض الناس بيصير عندها مشاكل من لزوجته لما يكون بدهم يبلعوه أو يذوبوه في المي، فما بيحبوا هذا الطعم اللذج منه، فبيكون أسهل إنهم يأخذوه على شكل حبوب، لكن الأفضل اللي هو بشكل الطبيعي اللي هو زي الشكل الكريستال، ولونه أكيد أغلب الناس أو إذا بدها تعرف الناس لونه أبيض، في منه أبيض، في منه اللي بيكون برتقالي يميل إلى البني زي الأزاز اللي مكسر، بيكون هيك كور بيكون، هذا هو شكله اللي ممكن أنت تحصليه في عند العطارين، أو مغلف ومبكت بشكل ومحفوظ بشكل آمن في بعض الجمعيات. نعم، إذا قلنا هل الصبغ العربي دور في إنقاص الوزن، هل هناك علاقة بينه وبين الوزن؟ هلا في عندنا إذا من ناحية الوزن في دراسات تحكي إنه إله علاقة بسبب محتوى من الألياف، لكن لا يعتمد عليه نهائيا، يعني شو المبدأ تاعه؟ بما انه هو يحتوي على 90% منه الياف، نيجي احنا نحكي شو فوائد الالياف، زي ما احنا كلنا صرنا نعرف الالياف بتعطي شعور بالشبع، بتاخر الشعور بالجوع، بالتالي بتعطيك شعور بالامتلاء في المعده، بتمشي البطن، لانه في ناس عندها مشكله الوزن احيانا برضه مرتبطه في انه بكثره الامساك او عدا انه البطن ما بيمشي، فهو لما انا عم باخذ فوائد الألياف بتمتص بعض الدهون الموجودة في الوجبة الغذائية،
إذا الإنسان أخذ السعرات الحرارية نرجع نحكي كمان مرة اللي كافية إله أو اللي أقل شوي من معدله على أساس يحصل نزول الوزن مع وجود الصمغ العربي ممكن يعزز لأنه هو مصدر ألياف. أما أنا أخذ الصمغ العربي أعتمد عليه اعتماد كلي في أني أنزل وزني وما أتبع أي نظام غذائي صحي وآكل خلاطيط، لا هذا ما حيعطيني نتيجة. لكن هو ممكن يساهم في بعض الدراسات حكت أنه لما عملوها على مجموعة من الناس مع النظام الغذائي يساعد ويعزز بسبب احتوائه العالي من الألياف. نعم. أيضا وردنا سؤال من أحد المستمعات تقول هل الصمغ العربي له علاقة يعني ممكن أنه يعالج الصدفية؟ في بعض الدراسات أوجدوا أنه في إله يعني زي ما تحكي يعني بعض الناس نعم أثبت أنه ممكن يعالجها لكن لا تعمم. ليه؟ لأنه بالعكس في ناس عملها تحسس حتى بالصدر، في ناس يعالجها نزلات البرد والسعال يعني بشكل ملحوظ، وفي ناس اللي عندهم ربو أو عندهم تحسس من بعض الأزهار أو بعض الأشجار عملهم نتيجة عكسية وبالعكس زاد عندهم الحساسية. فهذه ترجع فيه لطبيبها حتى تتأكد هل لو عملت منه زي ما نحكي زي الماسك وتكون أو عزة اللبخات هل حيعالجها؟ إذا كانت ما عندها أي نوع من أنواع التحسس ممكن يعطيها نتائج إيجابية. نعم. إذا قلنا أيضا الصمغ العربي والجهاز المناعي، هل للصمغ العربي علاقة بالجهاز المناعي؟ أنت ذكرتي في بداية الحلقة بشكل مبسط، فهل له علاقة كبيرة في تعزيز الجهاز المناعي؟ هلأ بما أنه هو بيحتوي زي ما حكينا على الألياف، الألياف بتحفز وبتساعد على نمو البكتيريا أيضا أو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، فبما إنها عم بتحفز لي البكتيريا النافعة وبتحد لي من البكتيريا الضارة، إذا هون دخل عندي سريريا في تقوية جهاز المناعة وبصير أكثر بالتالي قدرة على تحمل الأمراض اللي داخل عندي على الجهاز الهضمي سواء كانت فيروسات أو التهابات بكتيريا حتى على مدى الجهاز التنفسي. واحتوائه أيضا على الأملاح والمعادن الكالسيوم المغنيسيوم كل هاي الأشياء تعزز من جهاز المناعة، فهو فعليا نعم يعزز ويقوي من جهاز المناعة، بيحمي من بعض أنواع السرطانات لأنه فيه مضادات أكسدة عالية، وبالتالي نعم هو يعزز من جهاز المناعة، لكن زي ما حكينا يتأكد الشخص أنه ما عنده أي تحسس منه فبإمكانه يتناوله بشكل آمن لفترات محددة برضه، يعني لأنه عالم الأعشاب عالم واسع، هذه الأعشاب أنا ما بصير أنطلق وأستخدمها بشكل يومي وبشكل مستمر وعلى مدار مثلا باليوم أخذ مرتين ثلاث على مدى ست شهور ولا سنة، لا في إلها أوقات معينة دائما تأخذها أنت وقت بعدين لازم تقطع بعدين ترجع تكمل. ففعليا هو ممكن يعزز من جهاز المناعة لكن أخذه بكميات محددة ولفترات محددة. نعم. كذلك أستاذة سهى، في يعني في أيضا معتقدات أو حديث يقول بأن الصمغ العربي يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم. هلا إحنا زي ما إحنا عارفين إذا بدنا نحكي عن السكري معروف إنه بصير الجسم فيه غير قادر على التعامل مع السكر اللي موجود، إحنا بنتناول النشويات وتتحول في جسمنا لسكريات. السكر هذا اللي موجود في الدم ببطل الجسم قادر على امتصاصه بالطريقة الصحيحة وتوزيعه وتحويله لطاقة بسبب نقص هرمون الأنسولين اللي بيجي من البنكرياس. وجود الصمغ العربي لو بده يتدخل في ناحية السكري، وجوده برضه من مبدأ الألياف، وجود الألياف في غذائنا دائما بتقلل من ارتفاع السكر، هو يعني بدل ما يعمل لي زي ما نحكي قمة كبيرة أو ارتفاع مباشر وفي السكر بعد تناول الوجبات، هو بيخلي هذا الارتفاع يكون بسيط ما يكونش حاد، بيعطيه فترة أطول لحتى يرتفع في الجسم، ممكن ينظم من ارتفاعه بسبب احتوائه من الألياف. لكن أعتمد عليه من غير الأدوية طبعا لا، أعتمد عليه أكثر من الأدوية برضو لا، لازم يكون خاصة لمريض السكري يتوافق مع استشارة الطبيب على أساس لو هو بينظم السكر وأخذ أنا الدواء معها جرعة الدواء، أو ممكن يصير فيه تداخلات ما بينه وما بين الدواء ويخليه يصير عندي هبوط في السكر،
فلازم استشير الطبيب هل انا مناسب لي اخذ الصمغ العربي او مثلا اخذه مره فقط في اليوم وما تكون مع الدواء او تكون في ايام محدده. فهي ضروري نرجع فيها لاستشاره الطبيب ينظم يساعد في تنظيم في كثير من الدراسات. طبعا هو زي ما حكينا انه من المحتويات اللي موجوده فيه واستخدامه عبر العصور كلها حاليا في دراسات عديده على اثبات صحته وفوائده والامور هذه. ففي دراسات فعلا تثبت انه يساعد في تنظيم السكر لكن يؤخذ تحت اشراف واستشاره الطبيب. نعم طبعا استاذه سهى نوف الحديث عن الصمغ العربي وفوائده حديث مطول وطبعا له فائدة كثيرة. أنا الصراحة اليوم دونت معاك بعض الفوائد وببحث أكثر عنه لأن إذا كل هالفوائد موجودة في شيء بسيط مثل الصمغ العربي يمكن أني أنا أشتري وأستفيد منه لي ولعائلتي أيضا. فشكرا لك على طرح هذه المواضيع الجميلة أستاذة سهى وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقات أخرى. شكرا لك. إن شاء الله تعالى وأنا سعيدة بلقائكم كمان ونهاركم سعيد. نهارك أسعد. أعزائي المستمعين بعد ما خلصنا فقرة التغذية أرحب بالدكتورة ندى الملة زميلتي في التقديم. دكتورة اشتقنا لك حبيبتي. شكرا. تأخرتي عن المستمعين كريونتش. صار شوي تأخير بس الحمد لله لحقنا على نهاية الفقرة الثانية وإن شاء الله لكم معنا الفقرة الثالثة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا الفقرة القادمة أعزائي المستمعين بتكون عن التوعية بمرض الثلاسيميا. انتظروني أنا والدكتورة ندى بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 6005514114 والرسائل النصية على 4006. الفقرة اللي هي بتكون فقرة توعوية مرض وايد مهم لأنه للأسف منتشر بكثرة في منطقة الخليج بشكل عام وعندنا في الإمارات اللي هو مرض الثلاسيميا. طبعا مرض الثلاسيميا يعتبر من أمراض شوية لها خصوصية معينة عشان كذي عندنا في هيئة الصحة بدبي مركز متخصص للثلاسيميا. هو مركز دبي للثلاسيميا اللي يعتبر من المراكز التخصصية المتميزة طبعا في هيئة الصحة بدبي واللي تقدم خدماتها للمرضى وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العالمية ويلعب دورا كبيرا في رفع الوعي الصحي بأسباب وطرق الوقاية من مرض الثلاسيميا. بنتكلم عن المركز وخدماته وطبعا أكيد في البداية بنعرف شو مرض الثلاسيميا وشو دور المركز في رفع الوعي الصحي بخصوص هذا المرض وليش لازم يكون عندنا وعي بخصوص مرض مثل الثلاسيميا. يسرنا يكون معنا اليوم عن طريق الهاتف الدكتور أحمد فراج سليمان أخصائي أمراض الدم بمركز دبي للثلاسيميا. صباح الخير دكتور أحمد. أهلا وسهلا. صباح النور. أهلا فيك. يسعد صباحك. الله يخليك. تسلمي دكتور. أول شيء نعرف الناس ما هو مرض الثلاسيميا شو أسبابه وهل هناك طريقة للوقاية؟ تمام. في الأول أنا خليني بس أقول أن أنا سعيد جدا بالمشاركة معاكم وأنا سعيد بأي فرصة تتاحها لإذاعة صحة وسعادة للتوعية بالمرض ده لأن ما ينفعش إحنا 2021 ولسه في حد ما يعرفش إيه هو الثلاسيميا. الثلاسيميا ده مرض اكتشف سنة 1925 يعني خلاص كمان 4 سنين هنكمل 100 سنة. فبعد قرن إحنا مفروض نبدأ يعني يكون وصلنا إلى عدم وجود حالات جديدة. باختصار بسيط شديد جدا مرض الثلاسيميا ده مرض وراثي بيورث من الآباء للأبناء. هو بيبقى عبارة عن فقر دم بيحصل تكسير في كرات الدم الحمراء لأن الآباء بيبقى عندهم صفة حاملين الصفة الوراثية لمرض الثلاسيميا ما بيظهرش عليهم أي أعراض لكن مجرد أن هم بيتجوزوا 2 حاملين للمرض النتيجة عن الزواج ده بينتج أطفال مصابين بالمرض مصاب غير الحامل. الحامل يعيش حياته عادي خالص جدا ما فيش مشكلة لكن المصاب بيضطر الى نقل دم بيقدرش يعيش من غير نقل دم باستمرار كل شهر لازم ياخد كيسين او 3 اكياس دم عشان يعيش حياته. والقصه دي بتبدا من اول ما بيتولد بعد اول 6 شهور او سنه من الولاده بيبدا يتشخص وبيعيش المعاناه بقى هو يعيش المعاناه هو ووالدته وكل الاسره والمجتمع بالتالي طول عمره. صحيح. هو مرض وراثي ملوش دعوه لا هو سرطان ولا هو مكتسب ولا هو نتيجه نقص حديد ولا هو مرض وراثي بيورث الاباء الى الابناء. جميل. دكتور أحمد
شو هي الجهود؟ خلينا نقول شو الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للثلاسيميا، وبعدين نطرق الى شو الجهود اللي يقدمها مركز دبي للثلاسيميا في مجال الوعي ونشر التثقيف الصحي بين افراد المجتمع، فعشان يكون في ترابط بين النقطتين، او شو الخدمات وبعدين شو تسوون في مجال التوعيه. طيب احنا هنقسم الخدمات اللي بيقدمها مركز دبي للثلاسيميا، الخدمات الطبيه للمرضى والحاملين، وفي خدمات وقائيه بنقسمها خدمات وقائيه وخدمات توعويه، دي برضو تدخل ضمن نطاق الخدمات الوقائيه. الخدمات الطبيه للمرضى طبعا احنا بنستقبل مرضى ثلاسيميا من اول سن مبكر جدا، وفي المركز عندنا احنا بنتابعهم طول حياتهم، احنا عندنا الاستمراريه في المتابعه، دي من اهم السمات والصفات اللي بتميز مركز ثلاسيميا دبي، ودي مش موجوده في معظم الاماكن اللي في العالم. يعني احنا بنستقبل الطفل وهو عنده 6 شهور او سنه ويبدا تشخيصه، وبيكبر معانا ما بيروحش اي مكان تاني، احنا بنخدم اطفال وكبار، وعندنا التيم بتاعنا الفريق العمل عندنا فيه دكاتره متخصصين اطفال وفيه دكاتره متخصصين كبار، وبيبدا الاستلام بتاع يعني دكتور الكبار للامراض الدم بيستلم الطفل بعد عمر 13 سنه 14 سنه، بيبدا بينتقل من المرحله اللي هي الطفوله الى مرحله البلوغ، ودي بتبقى مرحله تانية وليها متطلباتها المختلفه بالنسبه للعلاج، وده يمكن من اهم احد الاسباب اللي هي نتج عنه الوقايه يعني المتابعه الحثيثه للمرضانا والنتائج الطيبه اللي احنا حصلنا عليها مع مرضانا. مريض الثلاسيميا دلوقتي هو بيندمج في المجتمع بصوره طبيعيه جدا، بيشتغل، بيتجوز، بيتخرج، بمنتج، عامل منتج في المجتمع، وبيتجوز وبيخلف كمان، والعمر بتاع مريض الثلاسيميا ما بقاش زي الاول بيتوفى وهو في سن صغير، لا الحمد لله دلوقتي بيوصل لـ60 سنه 70 سنه والامور طيبه معاه. بس طبعا ده مش بالسهل، ده بتكلفه كبيره وتكلفه عاليه من الدم ومن علاجات خفض الحديد والمتابعه الطبيه، كل دي تكلفه كبيره جدا جدا جدا، وعشان كده احنا مش بيقتصر دورنا على الدور الطبي بس، لا احنا ليها دور وقائي. الدور الوقائي بيتمثل في التوعيه عن طريق الحملات اللي احنا بنعملها، عن طريق المدارس اللي تيجي عندنا، احنا بنخاطب كل المدارس على كافه الفئات العمريه من ابتدائي واعدادي وثانوي وحتى كليات، احنا بنعمل كامبين كل فتره توعوي بحيث ان احنا نعرف الناس ايه هو مرض الثلاسيميا. بناء عندنا في حاجه اسمها كونسلنج كلينيك او العياده الاستشاريه او عياده استشاره ما قبل الزواج، صح. اي 2 مقبلين على الزواج فحص الدم الزاني ليهم، ولو لا قدر الله طلع ان هم حاملين لمرض الثلاسيميا وهينتج عن الزواج ده اطفال مصابين لا قدر الله، ما يتم زواجهم الا لازم يقعدوا معانا الاول في عياده الطبيب الاستشاري دي، واحنا بنقعد معاهم وبنقول لهم على المضار وعلى الاضرار والتبعات لزواجهم، وبنحاول نقنعهم بعدم الزواج، وان كانوا مصرين على الزواج بنديهم البدائل المتاحه لتجنب ولاده اي اطفال مصابين بالثلاسيميا. صحيح. دكتور احمد، انت ذكرت عن الاستشاره ما قبل الزواج، وها طبعا بما احنا نشتغل في العيادات فدائما نحول الحالات عليكم اللي يسوون فحوصات ما قبل الزواج، اللي يكون عندهم اثنيناتهم حاملين، فنبغى نوضح بس النقطه، لازم يكون اذا واحد حامل ما في مشكله، لان يعني الحامل اصلا ما له اعراض وحتى لو انتقل الاطفال، لكن الاثنين حاملين احتمال كبير يكون في عندكم اطفال مصابين بالثلاسيميا. فلو شوية نركز على موضوع شو الاستشارة بالضبط اللي تقدم ما قبل الزواج، يعني شو يتم شرح لهم؟ هل يتم مثلا شرح عالية انتقال المرض أو تراونهم حالات أو شو يتم بالضبط في الاستشارة؟ طيب احنا الأول بس عايزين ننوه على حاجة مهمة جدا، استشارة ما قبل الزواج للأسف هي الناس ما بتعملهاش ما قبل الزواج، الناس بتعملها ما قبيل الزواج. ما معنى قبيل الزواج؟ يعني هو بيبقى حجز القاعة الملشة باجر هيويون عندكم، صح؟ نعم نعم. هو الموضوع ده هو مش تحصيل حاصل يا جماعة، الدولة بتصرف ملايين الدراهم في القصة دي عشان نمنع ولادات جديدة وولادات أطفال مصابين، فالموضوع مش موضوع ورقة للمحكمة وخلاص، لا الموضوع ده لازم يتفعل ونفهم احنا ليه بندور على القصة دي. بندور على القصة دي عشان نرحم الأسر ونرحم، صح. الأطفال المصابين المولودين ما لهمش ذنب، ليهم كل ذنبهم من القرار اتخذ من الأب والأم. فإحنا بنقعد مع الأب والأم الحاملين، حاملين صفة البيتا، لأن في صفة تانية اسمها صفة الألفة، صح. الألفة دي ما عندناش فيها مشكلة، لكن البيتا هي دي المشكلة الرئيسية. لو الاثنين حاملين الصفة في عندهم فرصة في كل حمل 25% من كل حمل يجي طفل مصاب، يعني ممكن الأطفال كلهم يبقوا مصابين. صحيح. أنا جبت مصاب في الأول لأن أنا بقيت الأطفال هيبقوا سلام أو حاملين، لا في كل حمل بتتكرر النسبه دي.
فهو ويعني ونصيبه ممكن الاطفال كلهم مصابين، ممكن كلهم حاملين، بتبقى خضع للتبديل وتوفيق. فاحنا بنقعد معاهم بنشرح لهم القصه، بنوريهم المركز اللي هم وهم عادي، حتى بيشوفوا الاطفال وهم الداخلين بيعانوا ازاي في سحب التحليل، بيعانوا ازاي في تركيب الابره، بيعانوا ازاي اثناء الدم، بيشوفوا المعاناه بتاعت الاسر وهم موجودين. ساعات انا بفرجهم على فيلم توعوي، في فيلم احنا عاملينه على اليوتيوب من فتره، من 2000 تقريبا و13 معمول، بيوري ازاي ان الاب والام رغم ان احنا قعدنا معاهم وكلمنا معاهم اصلوا على الزواج، وبعد سنه من الزواج جم بقى طفل مصاب بالثلاسيميا، وبيبين مدى المعاناه اللي هم اللي بقوا فيها والالام اللي حصلت. وهم كان في ايديهم قبل كل ده انهم يتجنبوا ولاده اطفال مصابين. نعم، بيديهم حلول وبدائل، احنا بنديهم حلول وبدائل منهم، يعني على 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 المثال يعني على سبيل المثال. نعم. ان هو يبقى الحمل لو هم مصممين يكملوا في الزواج ده، ان الحمل ما بقاش طبيعي، ان الحمل يكون عن طريق حاجه في المعمل بتحصل هم. بس الموضوع ده برضه مش سهل، الموضوع ده صعب، لكن احنا دي بنديهم اوبشن ونديهم فرصه انهم ممكن يفكروا بالطريقه دي، ان الحمل يبقى في معمل ويبقى يعني يبقى في تخليق للجنين. صح. بحيث ان انا اخد الجنين السليم. صح. او الحامل الصفه احطه في الرحم وهو ده اللي يكمل باذن الله طبعا طريقه في الحياه. طبعا اللي يقصده طبعا دكتور احمد هو مثل نظام التلقيح الصناعي، ان ياخذون الاجنه ويختارون الاجنه الصحيحه فقط، وهي اللي ترجع في الرحم ليتم تكمل نموها، عشان نتفادى وجود او ولاده اطفال مصابين بالثلاسيميا. مثل ما قال دكتور احمد ان المعاناه هي طول الحياه، مو باول يعني مو بمرض اول شهر شهرين سنه سنتين وعقب خلاص، ما راح يكون في متابعه، هناك متابعات كثيره. فاحنا مثل ما قال ايضا دكتور احمد ان لازم يا جماعه لما نقدم على الزواج على قولتنا مو بحفلة وفستان، الزواج مسؤولية كبيرة. ما بعد يعني لازم نفكر، الوالدة الله يحفظها دائما كانت تقول جملة ندى، الزواج حياتك يعني قراراتك تنتهي ليلة العرس، بعد هذا يسوي قرارات بخصوص الأبناء، العائلة اللي أنتم بتاخذونهم. فما نفكر فقط أن في ليلة العرس يا جماعة أن رح نتزوج وخلاص ولازم نتزوج، لكن إذا الطبيب قال أن هناك نسبة كبيرة أن الأطفال يكونون مصابين ورح تدخل في دوامة هذا في دوامة المرض والطفل يتعذب، فلازم نأخذ قرارنا صح، لازم نسوي تحليل الزواج مبكرا. مثل ما قال دكتور أحمد، في ناس يجون اليوم يقول مليتش في الليل بيجينا البيت، زين كيف انتم ما عرفتوا شو نتائج فحص الزواج؟ من شي يستوي ممكن خسائر، يستوي زعل كبير، يستوي ضيجه. ليش دكتور احنا حجزنا؟ لا يكون حاجزين القاعه ومفصل الفستان وكل شيء. اذا كيف سويتوا كل هذا قبل ما تسوون تحليل الزواج؟ قد يكون اي شيء يطلع في تحليل الزواج. مره ثانيه نقول ما في شيء يمنع ما في حد يقدر يمنع الزواج، لكن نفكر نوازن بين القرارين. نعم طبعا دكتورة، أنا كان لي إحدى زميلات معاي في الدوام كانت بعمري طبعا، تتعالج من الثلاسيميا لي يمكن يعني عاشت نص حياتها، تقول لي آمنة أنا هالمركز، وإحنا كنا من موظفين مستشفى لطيفة، فكل ما نمر تقول لي أنا في هالمركز أعرف كل الموجودين. صحيح. أنا عشت يعني عشت حياتي في هالمركز أكثر من البيت. صحيح. أكثر من أهلي. فكانت حتى الدكتور يوم تتكلم تتأثر تقول يعني أنا عشت في هالمكان أكثر من بيتي. بالضبط. يعني بالضبط. يمكن صحيح. هي كان لها الفرصة أن دكتور إذا بنقول حتى بطريقة سريعة علاج الثلاسيميا، كان لها الفرصة دكتورة، فرصة جدا نادرة أن أمها اتخذت قرار بأنها تأخذ النخاع من أخوها وتعالجت البنت، والحمد لله الحين ما شاء الله معرسة وعندها ياهل الله يحفظها. فكان اتخاذ أمها لهذا القرار قالت لي إنه صعب صعب صعب، يعني كان نجاح العملية نسبتها جدا ضئيلة. صحيح. كانت الأم جريئة وكان لها القدرة على اتخاذ مثل هذا القرار عشان بنتها تعيش حياة طبيعية. فهي ما زالت يوم تتذكر هذه الحياة تقول أنا عشت طفولتي أكثر في هذا المركز. صحيح. فليش الإنسان يتخذ قرار في صح. لحظة سريعة ممكن يأثر على حياة أبنائه في المستقبل. دكتور رأيك في هذا الموضوع، هل ممكن أن هناك علاج لمرض الثلاسيميا؟ هو حتى يومنا هذا العلاج الشافي الناجع للمرض ده هو زراعة النخاع. نعم. طب احنا ليه زراعة النخاع ما بنعملهاش لكل المرضى ونقفل المركز ونروح يعني؟ فالفكرة بس هي موضوع اولا مش بالسهولة دي، اللي زي ما انت قلت هو قرار صعب، قرار مش سهل، فيها سفرة برا البلاد، وقبل فيها سفرة
قبل سفرة البلاد برا البلاد أنا لازم يبقى في عندي متبرع متوافق 100% مع المريض. صح. للأسف المتبرع متوافق 100% للمريض النسب الدولية بتقول إن أنا كل 10 مرة ثلاسيميا عندهم 3 بس هم اللي ممكن يلاقوا متبرع متوافق معه. صح. ويكون يعني حد من الأهل أخوه أو أخته أو من نعم طبعًا. صح طبعًا طبعًا ده الأفضل لكن إحنا لو ما لقيناش من الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة طبعا بيبقى في بدائل تانية بندور على حاجة اسمها متبرع دولي. صح. أو هم بيحاولوا دلوقتي ياخدوا من الأب أو الأم بنسبة 50 أو أكتر في المية أو أكتر بس طبعا دي كل دي لسه أبحاث لكن هو الحاجة الوحيدة اللي هي معتمدة دوليا كعلاج شافي للثلاسيميا هو الزراعة من متبرع 100% ويكون شقيق. صحيح صحيح. للأسف النسبة قليلة قوي 30% بس من المرضى ممكن يعملوا الكلام ده لو توفر بقية العناصر من الدعم المادي من الدعم المعنوي من صح. من الأسرة لازم تبقى هي تقدر تصرف على القصة دي أو الدولة والدولة مشكورة هنا والله ما بتتأخر يعني ولا ما بتأخروش عن المواطنين أبداً, 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 أبداً. أي مواطن عنده متبرع مطابق 100% بيقدم بس تقرير الديوان والديوان بيتكفل بباقي كل حاجة من السفرة من المتابعة من كل حاجة صراحة ما بيقصر. ممتاز دكتور. لكن هي مشكلة معانا أن أنت تلاقي أصلاً متبرع. صح. وجود متبرع جداً صعب طبعاً. دكتور طبعاً. أحمد في سؤال من أحد المستمعين ما هي أعراض المرض؟ أعراض المرض أنا الطفل زي ما قلت هي الموضوع بيبدأ من أول 6 شهور أو سنة المرحلة دي بيبقى الطفل لسه بيبي بيرضع من والدته أو بياخد رضاعة صناعي هلاقي إن البيبي ما بيرضعش كويس مش نفس الرضاعة دايما بهتان دايما شاحب عينيه فيها صفرار بصفة مستمرة دايما بتجيله اعراض التهاب بصوره مستمره سهل قوي ان هو يلقط اي دور برد سهل ان هو يسخن سهل ان هو يخش مستشفى يعملوه تحليل هيموجلوبين يلاقوه 6 جرام 7 جرام الطبيعي طبعا في السن ده 12 من 12 ل 14 جرام وبيضطر غالبا في اول سنه من عمره يتنقل له دم لو اتنقل له دم في اول سنتين من عمره غالبا ده مريض ثلاسيميا وبيتابع على طول عمره بقى بيفضل عايش على الدم واحنا عندنا من ضمن برضه البروتوكولات والبرامج اللي في اماره دبي ان اي طفل بيتولد في الاماره بيتعمل له تحليل فحص صح. شامل ثلاسيميا في خلال سنه صح فهو حتى لو الثلاسيميا اللي عنده بسيطه ومش متشخصه او محتاجش مثلا لقصه نقل الدم او ممرش بالموضوع عدم الاكل والبهتان والنمو المتاثر بالانيميا هو احنا بيتم تشخيصه وبيتعامل معاه على اساس التشخيص هل هو حامل المرض هل هو ثلاسيميا وسطى هل هو ثلاسيميا كبرى كل دي بيتعامل معاها عندنا في المركز كل واحد على حسب تشخيصه. ممتاز. وطبعا اضيف على كلام الدكتور احمد بالنسبه للكبار يعني احنا يجون العيادات بالعاده يكون طبعا اللي يجينا طبعا يكون هذا حامل المصاب طبعا نعرف انه مصاب يكتشف بالصدفه لما يسوي تحليل فحص الزواج او يروحون الخدمه او يروحون العمل يحتاجون يطلبون تحليل الالكتروفيس الهيموجلوبين يكتشفون انه او في حد يكون دائما تلاقي هيموجلوبين دائما نازل دمه دائما نازل فنطلب له التحليل هذا نشوف قد يكون حامل ثلاسيميا فالحاملين ثلاسيميا معظم الاحيان تكون تنعكس على صوره الهيموجلوبين مالهم تلاقين الهيموجلوبين مزيد عن 10 تلاقين 10 وشويه 9 احيانا دكتور ما يكون فيهم شيء يكونون طبعا سليمين مجرد حاملين ل صح الثلاسيميا أكيد. نصيحة بسيطة بس بدون أقطع كلامك نصيحة بسيطة لكل المستمعين دي فرصة يعني ممكن ما يتعوضش أي حد لقى هيموجلوبين 10 جرام 11 جرام وراح لأي دكتور أو أي مكان أو حتى هو مع نفسه قاعد ياخد حديد وياكل بنجر وياكل شمندر وياكل رمان وياكل بتنجان وعشان يعلي الحديد على أساس إن الهيموجلوبين يعلى وما بيعلاش ده ثلاسيميا until proof otherwise صح ده ثلاسيميا إلى ما يثبت العكس صح. إلى أن يثبت العكس فأرجوكوا أي حد هيموجلوبينه 10 جرام 11 جرام ما بيتصلحش واخد حديد وما تصلحش ما ياخدش حديد زيادة عن اللزوم لان ده هيضره اكتر ما يفيده أكيد. ويلجأ لاستشارة طبيب يشخصه ويشوف هو حامل ثلاسيميا ولا لا صحيح دكتور احمد في النهاية نتكلم شوي عن انجازات اللي حققها مركز دبي للثلاسيميا يعني بما يتعلق بالاعتمادات الدولية طرق علاج جديدة اساليب جديدة ابتكارات جديدة والله احنا المسيره حافله للمركز صراحه من سنه 1995 وقبل كده يمكن ما بدات الفكره 1989 في مستشفى الوصل زمان اللي هي لطيفه حاليا والانجازات المركز متعدده واحنا بنشارك في كل المؤتمرات الدوليه المتعلقه بالثلاسيميا ولينا اعضاء حتى في جمعيه الثلاسيميا العالميه
واحنا واخدين الاعتماد الدولي سنة 2013 و16 و18، والسنة دي بنجدد كمان الاعتماد الدولي الثاني في يمكن الشهر الجاي ان شاء الله، غير الجوائز العديدة منها جائزة الشيخ سلطان للثلاثيمية العالمية واخدناها، واخدنا عديد من الجوائز والتكريمات حصلنا عليها. العلاجات اللي احنا الفكرة الرئيسية زي ما حكيتها، احنا المركز ان احنا بنحاول نخدم المريض، بنقدم له كل الخدمات اللي محتاجها تحت سقف واحد، ودي مش موجودة في كتير من البلدان. يعني ما بيحتاجش المريض ان هو يخش عندي ابعته مثلا يروح عيادة غدد في مكان او يروح عيادة نساء في مكان او يروح، لا كل ده بحاول اوفره عندي بحيث ان هو يبقى مكان واحد شامل الخدمات كلها للمريض، انا احتضنه يبقى مكانه وبيته التاني، عارف الاستاف كلهم عن ظهر قلب، عارف يبقى جاي بأريحية تامة، بحيث ان هو يبدأ ده ينعكس على الانتظام في الأدوية، ينعكس على النتائج اللي بيجيبها من الأدوية، بينعكس على النمو وعلى النتائج بتاعته. ممتاز ممتاز. فاحنا في مركز الثلاثين بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نخليش المريض يحتاج اي اماكن اخرى للعلاج. ممتاز، شكرا لك دكتور احمد فراج سليمان اخصائي امراض الدم بمركز دبي للثلاسيميا، مداخلتك معنا اليوم بخصوص التوعيه بمرض الثلاسيميا. شكرا لك دكتور، نهارك سعيد. شرفنا. شكرا لك. طبعا مثل ما تفضل دكتور احمد، ان شاء الله كفى ووفى بخصوص مرض الثلاسيميا، وهي رساله مره ثانيه للناس اللي ما نسوي فحوصات الزواج. فحوصات الزواج مو شيء مسلم، بس انا يعني راح نسوي ايا كانت النتيجه راح نكمل في الزواج. احيانا ادري قد يكون القرار صعب ان نحن مثلا ما نكمل الزواج، لكن لازم نفكر في المستقبل ان عيالنا شو بيكونون، كلنا عيال اصحاء ما يتبهدلون ما يروحوا المستشفيات وايده. فهذه رساله جميله ان احنا يعني ناخذ فحوصات ما قبل الزواج بشكل جاد، ونسوي قبل فتره قبل ما نسوي نتكلم عن اي ترتيبات ثانيه او نجز اي شيء ثاني. نعم دكتورة، كلام الدكتور كافي ووافي، يعني حرقت الدكتور وهو يتكلم على صح. الأطفال تشعركم بمدى معاناتهم، مدى معاناة هذه الأهالي. فالنصيحة اليوم دكتورة كانت جدا مهمة، وشو بتقولي لنا في الختام؟ أنا وأنا جاية سمعت تتكلمين عن عيادة ما بعد الكوفيد، بما أن هي عيادة موجودة في مركز ندى الحمر والبرشة. مثل ما قلتي أمنا أن هي عيادة تخدم الناس ما بعد كوفيد 4 أسابيع بعد النتيجة الموجبة، بس أحب أؤكد على نقطة أن العيادة فقط للي عندهم أعراض. يعني أنا روحي بنفس أقعد في العيادة أشوف في ناس بتسأل عن التطعيم، تبى تسأل عن هل أعيد مسحة أو ما أعيد مسحة، فهالأسئلة ممكن تسأل لطبيب الأسرة. حابين تسألون عن التطعيم بعد الكوفيد، ها عن طبيب الأسرة. حابين عندكم أي شيء ما له علاقة بالكوفيد، لكن عيادة ما بعد الكوفيد إلا عند أعراض، خصوصا أعراض تنفسية. إحنا عندك كحة ما تروح، ضعف في الجسم، صعوبة في النوم، تغير في المزاج، هذا ممكن ينشاف. الأسئلة الثانية ممكن تستفيدوا من خدمة طبيب لك المواطن عن طريق تطبيق هيئة الصحة، تاخذون استشارة كاملة، لكن مو بهذا الخدمة المخصصة لعيادة ما بعد الكوفيد عشان تحصلوا على الخدمة الصح من المكان الصح. نعم طبعا أعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا نشكر للدكتورة ندى الملا مشاركتنا هذه الحلقة ووقتها طبعا الثمين، وآملين دائما نكون عند حسن ظنكم، وشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجينا اليوم مخرجنا نمر، وكذلك مخرجنا سعيد المر، وفي التنسيق والمتابعة كانت معانا ميرة الغفلي، وفي التقديم كانت معكم آمنة العلي، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة.